ضايه صفيه ما حسب الحساب بقعه واخوياها خلي يمينه عطاياها سخيه ما حسب الحساب بقعه واخوياها نعرف لا سالفه طوع الروس العصية ينهيك بر الدعاوي بصباها وانت عزوة طوع الروس العصية ينهيك بر الدعاوي بصباها تعني انقراص بزبان الولية حرني قال له كلمة حماها جدها اللي يومها سفن وهي يشبع صقور انت لا وحفي سماها جدها اللي يومها سفن وهي يشبع صقور انت لا وحفي سماها ينطح العدوى بلقى نار اللغية يحترق من هو بعدوانه نواها ربعك اللي بلقى نار اللغية يحترق من هو بعدوانه نواها من زمان انفاق وقت جاهلية والحذارة بالفخر يشرق نفاها صبيهم لشاش ينطح له سرية وعودهم يدمر جيوش بعقداها صبيهم لشاش ينطح له سرية عودهم يدمر جيوش بعقداها قوم يومها خيل ومطية والمعارك يطحن دايم رحاها تكسب البلفي ضحى ولا عشية تكسر جموع العدا وتقضي عليها تكسب البلفي ضحى ولا عشية تكسر جموع العدا وتقضي عليها جدهم ناس بعون سيلمية بفعون ما حدني الحمداها عجز الفريس من دون العبية يوم بالرشيد يحدى من وراها عجز الفريس من دون العبية يوم بالرشيد يحدى من وراها مودعه يصفق يمين وميسرية عاجز بهتال من ذلي علىها قالوا الحفري من مطير العصي عزوته ميمون معروف انسطاها قالوا الحفري من مطير العصي عزوته ميمون معروف انسطاها ابنهم اللي صار برقبته ضحية ينجلي همه ويا من في نراها بس من اللي صار برقبته ضحية ينجلي همه ويا من في نراها فعلهم ثابت على مر البرية بندق ما يوم ثارت في خباها وارحبوا في حلة رجال وفي وارحبوا في حفلة يضوي سناها وارحبوا في حلة رجال وفي وارحبوا في حفلة يضوي سناها وارحبوا وارحبوا ترهيب الدنيا يسمع صداها عند ابو ماجد عسى سنينه مدية ابلجن لكبرة القلاه قضاها عند ابو ماجد عسى سنينه مدية ابلجن لكبرة القلاه قضاها خالي ومداد كف حاتمية اتعب الشيوخ تزارك من وفاها وانت يا ماجد يا راس الصاملية درعي جنب وبالمراجل ما تضاها وانت يا ماجد يا راس الصاملية درعي جنب يا